الجناح الطائر ياسر ريان. ياسر ريان هو اهم اللاعبين اللي جات في الطرف الشمال في تاريخ الكرة المصرية، واسرع واحد انا شفته في حياتي، هو موهبة خارقة في السرعات، احد اهم اللاعبين اللي انا شفتهم في حياتي بيلعب اسيستات وسرعته نفتكره دلوقتي ونتكلم عليه. راينر هولمان المدير الفني الالماني للنادي الاهلي كان بياخد ياسر ريان ورقة رابحة له ولعبه ناحية اليمين شوية ولعبه ناحية الشمال شوية، لدرجة ان المديرين الفنيين لجميع الأندية الأخرى كانت تتمنى إصابة ياسر ريان، كان بيمثل لهم ورقة ضغط كبيرة جدا على فرقته. ياسر ريان هو أهم اللاعبين اللي جات في تاريخ الكرة المصرية لعبت ناحية الشمال، وإحنا بنفتقد دلوقتي للاعيبة كتير نفس كواليتي بتاع الكابتن ياسر ريان، أحد أهم اللاعبين اللي جات في تاريخ الكرة المصرية. من وجهة نظري ياسر ريان هو أسرع من محمد صلاح، ارجع واتفرج على حلقات أو فيديوهات الكابتن ياسر ريان وأنت تعرف إن هو أسرع من محمد صلاح.